رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين النهارده كده بنطلع فاصل بنرجع بسرعه عشان انتوا وحشنا جدا، والنهارده عايزين نقدم لكم اكبر قدر من الاستفاده الممكنه. جايين لكم النهارده حاجات جميله متناسبه مع شهر رمضان ومتناسبه مع الهوايات اللي ممكن نشارك فيها اطفالنا، وممكن نتواصل معاهم ازاي نشوف هم بيعملوا ايه، ايه الحاجه اللي ممكن نخليهم يعملوها علشان نقدر نكتشفهم ونقدر نكتشف مواهبهم. معانا النهارده عشان نتكلم في المجال ده لازم يكون معانا حد متخصص جدا فيه وحد فاهم وهو فعلا بيقدم فيه جزئيه ايه. معانا النهارده استاذه رشا موسى الفنانه التشكيليه. استاذه رشا ازيك؟ بخير الحمد منوره لله، الدنيا ربنا كلها، يخليك يا رب. نورتي ميرسي، الاستوديو بتاعنا. شكرا لحضرتك. خلينا كده نبتدي الموضوع من بدايته خالص. لو جينا اتكلمنا عن موضوع العلاج بالفن، ناس كتير بتستغرب لما بتسمع المسمى علاج بالفن، طب ايه ده؟ يعني ده ممكن نستخدمه بدل الأدوية، ولا ده ممكن نستخدمه مع أطفالنا، ولا ممكن نعمل ايه؟ فاشرح لنا كده جزئية ايه هو العلاج بالفن؟ هو العلاج بالفن بيعتبر جزء من العلاج النفسي. هو في أشخاص كتير وفي ناس كتير مش بتقدر تعبر عن اللي جواها، فبيعتبر الكلام ده هو أسهل وسيلة للتعبير عن المشاكل النفسية. اكيد اكيد طبعا. في اطفالنا بنلاحظ ان هم اغلبهم اوقات بيحب يشرد كده مع نفسه، بيحب مثلا يمسك ورقة وقلم ويفضل يشخبط، او بيرسم مثلا اشكال شبه المربعات، حاجات شكلها مفتوح، حاجات شكلها كده. بنلاحظ حتى لما بنجيب لهم الوان بيبتدي ان هو يشرد عن الكتابة في الكراسة بتاعته او في السكتش بتاعه، وبيبتدي ان هو ايه يزين البيت يشخبط على الحيطان. بالحاجات اللي هي الجميلة دي، ايوه، واهتمامهم بموضوع الالوان. طب احنا ازاي نقدر نكتشف الطفل ونحلل شخصيته من خلال الرسومات بتاعته؟ احنا دايما بنقول ان الطفل زي الاسفنجة، بيتأثر بكل حاجة حواليه، بيتأثر بالكلام اللي بيسمعه، بالحاجات اللي بيشوفها، حتى بالحاجات اللي بيلمسها. فاحنا بنقدر نحلل شخصية الطفل ازاي؟ من خلال الرسم، مش الرسمة بس، في حاجات تانية كتير بنقدر نحدد منها شخصية الطفل. من ضمن العوامل دي الألوان اللي الطفل بيختارها، طبعا دي حاجات مهمة جدا. الخامة نفسها اللي الطفل بيشتغل بيها. تمام. في حاجات تانية طبعا، تعبيرات وش الطفل ازاي أثناء الرسم، ازاي مسكة القلم نفسها للطفل، كل دي حاجات طبعا بتكمل بعضها. يعني انا زمان سمعت ان اللي بيمسك القلم كده عنده جزئيه عدائيه بالظبط شويه. بالظبط. كل الحاجات دي طبعا بتبان، بتحلل كلها، حاجات بتكمل بعضها. تمام. طيب لو جينا اتكلمنا كده مثلا في الموضوع اللي هو بتاع الالوان، تمام. يعني انا مثلا لو جيت اقول لك مثلا بحب اللون الاحمر والازرق والاخضر، ما تكلمينا كده شويه عن الموضوع ده هي عشان الالوان كل لون بيبقى لشخصيه طفل. يعني مثلا في اللون الاصفر، اللون الاصفر معروف ان هو لون حيوي، فالطفل اللي بيحب اللون الاصفر ده بيبقى طفل نشيط ومبدع. جميل. في اللون الازرق، الطفل اللي بيميل ليه هو طفل بيبقى هادئ من جواه، فهو بيحب الخيال، بيحب التامل. في اللون الاسود ده بيعبر عن طفل عنده عزة نفس، عنده كبرياء. اللون البني بيعبر عن طفل عنده شخصية قوية. هايل. كل الحاجات دي طبعا، والخامة بتفرق طبعا، الطفل اللي بيستعمل الأدوات المائية غير طبعا الألوان الفلوماستر، غير القلم الرصاص العادي، كل حاجة بتختلف. بس هو احنا يعني في الأغلب بنخلي الأطفال دايما كلهم يشتغلوا بألوان خشب بصراحة، يعني بنستسهلها. هو ده المفروض، ان كل ام بتدي للطفل الخامه، كل الخامات يعني بتوفر له كل الخامات، وهو الطفل هو اللي يقوم باختيار الخامه اللي هو عايزها، لان الخامه دي بتفرق جدا في نفسيه الطفل، وبتفرق كمان في تحليل شخصيته. يعني بنلاحظ مثلا أغلب الأولاد بيحبوا الفلوماستر وبيتكوا قوي على الأقلام وكده، البنات بيحبوا شغل الفرشة. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يبقى اكيد يلامس طبعا، جزء اكيد من طبعا. الصحة. الالوان الفلوماستر دي الوان قويه، فالطفل ده بيبقى شخصيته بتبقى قويه يعني. وبالنسبه للطفل اللي بيحب الالوان المائيه، دي الوان بتمتزج طبعا ببعضها وكده، فهو طفل نشيط وطفل مبدع. غير طبعا القلم الرصاص ده، يعني القلم الرصاص معروف ان هو بتمسح وبتشطب، بتمسح وبتشطب، فده طبعا. طيب احنا هنعرض على الشاشة دلوقتي للسادة المشاهدين برضو نوعية من الرسومات اللي موجودة معانا، اللي حضرتك تمام جايبها معانا. الصور تمام بتتعرض على الشاشة تمام معانا. أول صورة
دي الصورة دي المرحلة التانية. هو طبعا في مراحل للطفل، دي المرحلة اللي بعد الشخبطة على طول، دي من بعد 3 سنوات. تمام. دايما من بعد 3 سنوات الطفل بيرسم كده، بيرسم دايرة ونازل منها خطوط. هنا الصورة الناحية اليمين راسم دايرة ونازل منها ايد صغيرة ونازل منها رجلين. ده طفل عنده نشاط وبيحب الرياضة، بيحب الجري، وبعض الأحيان بيكون طفل عنده فرط حركة. الصورة التانية، لا معلش ممكن نرجع للصورة الأولانية. التانية ديت هو راسم ايديه كده صغيرة. ده طفل ما بيحبش القيود، بيحب الحرية. تمام، هايل. ندخل على الصورة اللي بعدها. ايوه، دي بقى المرحلة اللي بعد كده، اللي هي اللي بعد 4 سنين، بيبدأ يدخل في التفاصيل شوية. الصورة برضو اللي على اليمين ده راسم عينين كبيرة، ده طفل مراقب. الصورة اللي على الشمال هو راسم نفسه بنظارة، فده طفل عنده انطواء. طيب معانا صور تانية اللي بعدها. دي جميلة جدا. الله، تحفة. دي طفل سعيد، أسرة سعيدة، ترابط بين أسرة فيها ترابط فعلا، فيها تعاون. الشمس دي طبعا السعادة كلها. معانا صورة صورة الشمس نفسها. دي الشمس، لما الطفل بيرسمها جميلة. في نص الصفحة، ده طفل سعيد. هو دايما الشكل اللي على شكل دايرة لما بيتعمل في نص الصفحة أو من فوق، ده بيكون طفل سعيد. أما الدايرة لو رسمها بأشكال غير منتظمة ومتقطعة، ده بيكون طفل عايز، ما عندوش ثقة في نفسه، يعني عايز ياخد شوية ثقة طبعا من الأهل. طيب، معانا دي الأشكال الصورة الهندسية. الهندسية. طبعا معروف إن الطفل اللي بيحب الأشكال الهندسية ده طفل ذكي. هايل. شتاء. دي السحاب والشتاء. هو السحاب والشتاء دايما بيبقى طفل عنده من جواه يعني خوف او قلق. خوف او قلق. فهو لما بيرسم نفسه كده، فهو كمان بيزود الاحساس ده ان هو فعلا من جواه عنده خوف وعنده قلق. طيب، احنا بنسيب للاطفال مطلق الحريه ان هم اللي يرسموا، ولا يعني احنا مثلا، انا افتكر ان زمان كانوا بيقولوا لنا لا، ارسم الشمس في الجزء الشمال، تمام، من ناحيه الشمال الشرقي والجنوب الغربي وكلام. بصي بصراحه ما كناش ايوه بنفهمه فعلا، خالص صح واحنا صح صغيرين. ايوه كان يعني بيقول لك فعلا. ارسم الشمس في جهه الشروق وفي الجهه اللي هي مش عارف ايه، وحط الورد هنا وحط الورده تحت رجل الاطفال ومش عارف. طب احنا دلوقتي الموضوع تطور، يعني بقت اغلب اساسا الرسومات والشغل كله على التابلت او على الاجهزه اللي هي الجديده، سواء كانت نوع من الانواع اللي هي الكتابه بالضغط او الحاجات دي كلها. طيب، هل احنا فعلا لما نيجي نخليهم يرسموا نقول لهم احنا اللي بنوجههم، نقول لهم ارسموا الاشكال الفلانيه في الحته الفلانيه، ولا بنقول له ارسم شمس ونسيبه مثلا نشوف هيرسمها فين؟ لا هو طبعا لازم الطفل لازم يبدع، لازم يبقى الخيال ليه مطلق الحرية ان هو يعيش الخيال. لا لازم طبعا نديله الحرية ان هو يرسم اي حاجة بالالوان، حتى لو رسم مثلا البحر لون موف عادي، ما فيش مشكلة. لو صحيح، رسم هو اللون الموف ده لون القلب الحزين والحاجات اللي بنسمعها زمان دي، ولا دي حاجات على أفلاطونية؟ فكرة هو الطفل اللي بيختار اللون الموف ده طفل، على فكرة طفل مميز جدا. هايل هايل. لا الحمد لله، المعلومة الحمد لله اتغيرت عندي. الحمد لله. طيب، دلوقتي أنا الأم في البيت لما بتيجي تكتشف إن مثلا عندها ابنها بيعرف يرسم، فبس هو طبعا يعني ايه، عارفه بقى، يعني غير فكره ان احنا نبتدي ننمي موهبته، بنبتدي نبص لا، رسم ايه اللي بيعمله ده، مش عارف ايه، فبنسيبه يشرط في حاجات تانية. ايه هي عناصر الجذب اللي ممكن نوصلها له، يعني او نوفرها له علشان ننمي الموهبه بتاعته؟ طبعا هو اول حاجه لازم الام بتجيب الادوات بتاعه الرسم. طبعا بيفضل ان الطفل هو اللي يختار طب جبناها مره الادوات. واترمت. لا هو لازم يبقى ممكن تغير في الخامه، يعني احنا مثلا جبناها خلاص وترمت، فهي الطفل مش حابب الخامه دي، فممكن تجرب خامات تانية ممكن تيجي معاها. بعد كده طبعا التشجيع مهم جدا، مهم طبعا يعني مش شرط التشجيع. ان احنا نشتغل على رسم على الورق، ممكن نشتغل على الواح خشب قديمه او حاجات قديمه، طبعا طبعا او طبعا ازاز.
اي حاجه. لا ازاز ازاز بالنسبه للاطفال لا يعني والله في مرحله يعني سنيه فعليا صح كلام حضرتك ممكن يكون مستند لجزء كبير، بس انا شفت فعلا في فعلا في بس مرحله سنيه معينه في ما ينفعش برضو بنشوفها الاولاد اللي بترسم على الارض ده ايوه طبعا ده بقى اللي انا بقول اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده الحريه ان الطفل يعمل في الرسم اللي هو عايزه، يعني مش لازم نبقى مقيدين نسيب له بحاجه مساحات معينه مفتوحه بحيث فعلا لو فكره السكتش مضايقاه. بالظبط بالظبط. طبعا التشجيع مهم جدا، التشجيع ثم التشجيع ثم التشجيع الى ما لا نهايه. مهم جدا ان الام طبعا مهم جدا ان الام تقول للطفل انت حد مميز، انت فنان، انت مبدع، انت نشيط. مهم جدا ان الام كمان تمدح في الرسمه، في رسم الطفل حتى لو حاجه بسيطه، يعني لو رسم حاجه بسيطه لا دي جميله ممكن كمان تعلقها على الحيطان. طبعا دي بتديله عزه نفس وثقه في نفس قويه جميل جدا. هايل جدا. في كمان ممكن الام بتتكلم مع الطفل في الـ في الـ في اللوحه دي بتعبر عن ايه، مين اللي معاك في اللوحه دي، او مين معاك، مين ده اللي انت رسمه. الحاجات دي كلها طبعا بتعمل ترابط اسري حلو جدا. طيب نخليهم يكتبوا الاسامي بتاعت الاشخاص اللي هم رسمينهم ولا يعني؟ لا 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 يعني طبعا انا شفت ان مش في مثلا ناس اوقات بيقول له ايه، طب سمي كده مثلا الولد ده وسمي البنت دي وحط لهم كده وده مين، ودايما بنحط الاطفال تحت ضغط ان هو ايه لو رسم شكل حلو قوي نقول له ده مين، يقول ده انت، دي فعلا مين، دي انت، ولو رسم شكل مثلا هو متعنف فرسمه في لحظة غضب أو في لحظة مثلا ما كان متضايق فنقول له ده مين؟ صح ده فعلا. بس ده طبعا مش كويس طبعا، لازم نسيب طريق ممكن لو عايزين مثلا حاجة زي كده نعرفها بطريق غير مباشر. انما ما ينفعش طبعا يعني ان احنا نجبر الطفل هو تقول مين او ما تقولش مين، لا طبعا لازم طبعا نديله الحرية. أستاذة رشا طبعا رقم حضرتك على الشاشة، والمتحابب يتواصل معاكي على البيج بتاعتك أو على الأكاونت بتاعك أستاذة رشا موسى. طيب دلوقتي امتى اقول لا لا ابني موهوب؟ يعني مثلا دايما ايه بنحاول ان احنا نحافظ على اولادنا فبنقول لا 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 ابني مش محتاج مثلا رسم، ايه الرسم ده محتاج الكلام ده. طب الموضوع ده على المدى القريب وعلى المدى البعيد لما انا اودي ابني لحد متخصص اخصائي في موضوع الرسم عموما او في موضوع الفن عموما، ده هيفرق معايا على المدى القريب وعلى المدى البعيد ازاي؟ طبعا هيفرق في كل حاجه، بينمي المواهب، بتنمي موهبته في قدراته العقليه كمان والذهنيه، في المهارات كمان الحركيه. كل الحاجات دي طبعا الرسم بيقوي التركيز جدا، بيساعد طبعا الاطفال. يعني الطفل هو بيرسم بيبقى مركز ازاي يجمع الاجزاء دي مع بعضها، فالثواني دي اللي هو بيجمع دي طبعا بتقوي الذاكره بتاعته، بتعوده بعد كده بيبقى منظم، بيبقى طفل منظم، بيبقى طفل نشيط، بيبقى معبر اكتر عن اللي جواه وعن احاسيسه وعن كده. جميل. الرسم في الورشة او في المرسم عندك هل بيخضع لجزء من الانضباط ولا بتدلعوا الولاد؟ لا طبعا اكيد طبعا لازم ندلع طبعا الولاد طبعا ليهم حرية طبعا. في جزء لازم بيكون بيرسم الطفل غير القواعد اللي بياخدها، لازم الطفل طبعا بيرسم ليه حرية ان هو يرسم النهارده مثلا، ارسم مثلا اي حاجة انت حاسس بيها او اي شعور انت حاسس بيه. اخر سؤال معانا النهارده عايز اساله لك بقى، الرسم رفاهية ولا حاجة المفروض ان هي تبقى موجودة عندنا كلنا؟ في الحقيقة هي الاتنين، يعني الرسم رفاهية وفي نفس الوقت برضو هو حاجة بتنمي حاجات كتيرة جدا، مش بس رسم وخلاص، لا دي بتنمي حاجات بطريق غير مباشر. استاذه رشا موسى كنت معانا النهارده منوره الاستوديو، كل ربنا سنه وانت يخليك طيبه، رمضان حضرتك بخير. كريم، عايزين بقى نشوف رسومات جميله، ودايما ان شاء الله انا حابب بقى ترسم لنا الاستوديو وترسم لنا الحاجات ان الجميله شاء دي الله تبعتها لنا على البيج عندنا. باذن الله باذن الله. استنونا شكرا بعد لحضرتك. الفاصل، هنطلع فاصل وراجعين لكم بسرعه، اوعوا تمشوا.